غط قرطك بس شوفوا المنظر. اللي تشوفوها جامع كبير حبيبي كم واحد حجيب. بس وصلت على منطقة أورتاكوي. احنا حاليا منطقة أورتاكوي. وشون تعرفوا انتو بمنطقة أورتاكوي؟ هسه راح اشوف لكم اياها. هي المكان المشهور بأورتاكوي. هي هاي الميدان. هذا حاليا المركز الميدان مال أورتاكوي. خلينا نعبر الشارع. هنا ترافيك بوليس هم واقف بس لا يشوفنا ولا يغرمنا لان ممنوع العبور وإشارة حمراء. بس عبرنا بعد. شوفوا من تشوفون هذولا فاعتبر انك وصلت على منطقة أورتاكوي. الغاية من هذا الفيديو اني ما اشجع النراجيل، بس اكو ناس هواي يسألون وين اجمل وافضل نرجيلة باسطنبول. اني راح اقول لكم اجمل وافضل فعلا مكان للنرجيلة هي وين صايرة. شوفوا هذا المكان اللي دا يبيعون كومبير، المكان هي هناك هذا المكان. بس راح اصعد عليها المغرب لان هسه اجواءها شوية شو اسمه شمس فاصير قوية. حتى بالليل راح اصعد هناك حتى اشوف لكم منظر على يسر البسفور. هذا اطيب واجمل وافضل نرجيلة شربتها اني قبل شهر بعدهم شربتها بحياتي فعلا. هنا أنا 50% نرجيلة 50% على المنظر. انا دا انطي ما النرجيلة ما يهمني، هي هاي المكان موست. بس تجون على منطقة أورتاكوي، شوفوا منطقة أورتاكوي اول من تدخلون على هذا المكان الكومبير. شوف انتوا واقفين مكانكم، هي مكان صاير هناك ماست ما ادري شنو اسم المكان بصراحة، بس المهم اعرفه ماست. فالمهم اندليتوا المكان. قبل ما نصعد فوق حريد اشوف لكم السوق أورتاكوي. شوفوا شلونها، شوفوا شو يبيعون بأورتاكوي. هذا اكيد كلكم تعرفون الميديا مالتهم، الميديا المشهورة تركيا. وهنا المصر فاطلة، مش مصر يعني مصر اللي طاق يعني طالع، فهم هيك يقولوه. هنا عندهم مصر الدرة اللي على الفحم وعلى المي. هنا الكيستاني الأسعار، شوفوا شلونها مثلا 150 غرام هي هاي الكيستاني ب70 ليرة، يعني تقريبا الدولارين، والباقي تفاصيل جوا. هذا يبيع دوندرما. تعالي تعالي تصيح هذيك، كلهم متعلموا عربي. هذا اشهر كومبير تاكلوها بتركيا فعلا كلها. اني لان ما كلعتهم قبل كانت 100 ليره يعني 4 دولارات، هسه صارت تقريبا ب 6 دولارات. كل واحد كاتب له اسم، علي بابا مثلا كومبير، مايا كومبير، أورتاكوي كومبير. عيونك جميله، شوف شوف هاي تصيح، هاي بالعربي تصيح. هذول كومبير صيحون كلهم كومبير يسوون شلون يسوون. شوفوا مثلا هنا تختار اي شي تريد. يبقى كيم دا فيراس نقدر فيت شلون 150 صاير سعره تقريبا 6 دولارات. انت تختار بيدك اي شيء تريد، تختار اي شيء تريد يخلوا لك اياه. البطاطا اي شيء تريد تختار يخلوا لك اياه هنا فوق. طبعا أورتاكوي اكو سوالف ما تشوفها باي منطقه باسطنبول، كل شيء عندهم اكل ومدري شرب ومنطقه حلوه. وخاصة الليل، الليل بالليل يصير فتشي الأجواء هنا. شوف شوف شلون يسووها مثلا، شوف البضاعة.
شوفوا هنا يبيع نظارات وساعات وجداحات. طبعا هنا نهاية الأسبوع تصير ازدحام أكثر، حاليا يجوز مو ازدحام هالقد بس نهاية الأسبوع حتى هنا ما تقدر تمشي من الازدحام. هنا محلات كتب، كتب عربية مكتوب هنا، كتب عربية متاح، كتب عربية كلها مكاتبين كتب عربية. ونفس الشيء هنا المناطق الأسعار هم أكو فنادق لا تبدل الأسعار هنا من $60، $60 تقدر تبقى هنا شخص الواحد. الصراحة أروح على أورتوكيو جامعة بس حبيت أشوف لكم أجواء قبل ما ندخل على منطقة نراقيل. أنا أريد أدخل نرجيلة وهي تقريبا صايرة المغرب يعني نازلة الشمس، لأن تصير مناظر أجمل. هسه حاليا المنظر مو هالقد فلازم تصير شوي خي تنزل الشمس وبعدين. هذا الميدان مثل الساحل، الساحل والميدان بالضبط اثنيناتهم صايرين نفس الشيء، يعني الساحل شوية لي ورا وهنا الميدان. السوق، الميدان، الساحل كلها نفس جنب بعض. وهاي الكمبير اذا تريدون تاكلون كمبير على البحر، المطعم داخل المطعمية هنا بالضبط. هذا ده يغني. وهسه راح نعبر هاي الطرف اللي بيه السوق. هناك تواليتات ببلاش مقابل هذا مثل السوق على الأفرع صايرة. شوفوا وهذا جامع أورتوكوي المشهورة، بيك مجدية جامع مشتش مكلي. خليني أريد أشوف لكم الجامع من الداخل. وشكلها من الخارج عام 1000 أورتوكوي جامع، عام 1853. تنزع الحذاء مالتك، لازم تنزع الحذاء. صندوق التبرع قسم النساء. فأريد أشوف لكم الجامعة من الداخل. شوفوا الهندسة المعمارية اللي بداخل الجامع.
الحلو بالجامع انه قبل على البحر، شوفوا دا يصلي ومقابل البحر، قبل على الجامع اقامع على البحر. حلو عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه كاتبين اساميهم حسن وحسين ابو بكر وعثمان. وهاي شفت الجامع مرتكوي من الداخل، يجوز كلكم الكل جايين سياح، اكثر 90% جايين فقط يشوفوها من الخارج، فاليوم حبيت اشوفها لكم من الداخل. خلي البس الحذاء. طبعا انا لابس شورت ف مجبور دخلت هيجي عادي، سألت انه قال ما ممنوع، اكيد انه ما يصير يصلي بس ما ممنوع تدخل تصور وتشوف هاي اللبس. دخلت عنهم. المهم كلكم اكثركم تشوفون الجامع فقط كنتوا من الخارج، فاني شردت اشوف لكم الجامع من الداخل. هذا شو في يسوي بيهم؟ يقول تبهدلنا ما يعرف راح ينشرها بالقناة في اليوتيوب. عربي كانوا هذول خليجي. هذا اكثر المقاهي هي صايره هنا على البحر بمنطقه تورتوكيو، هي هذا اللي نشوفه، هذا المقاهي واسعارهم مو غاليه يعني نفس المشكله. تعرفون شنو اسعار اللي باسطنبول؟ كلها تقريبا نفس الشيء، يعني مستحيل يعني منطقه من منطقه يختلف تقول غالي، لا اكو مطعم من المطعم غالي، يعني بنفس المنطقه هم بس مطعم غالي. انا ما لها علاقه انه منطقه ببك ارخص من هذا ومن هذا، كلها تقريبا نفس الشيء، مو نفس الشيء بس يختلف اختلاف كلش بسيط، بس اكو مطعم من اغلى من مطعم. شوفوا هذا اللي تشوفوها جامع اورتوكوي، كلكم تشوفوها فقط من الخارج، فاليوم رحت اشوف لكم اياها هم من الداخل. هم المدام جايين حتى يشوف لكم السوق. هم شوف الكتابة من العثماني والحرف العربية. يا أخي أعشق هيك شيء، من تلقي مي بكل مكان اسطنبول. شوفوا مي، وأريد أشوف لكم السوق أورتوكوي، هيك شغلات يبيع أكثرها أكسسوارات وهدايا، مع الهدايا يعني. شغلات غريبة، كواب ما كاتبين الأسعار، لو كاتبين أريد أشوف لكم أسعارهم. إي والله كاتبين، مثلا هذول بمية ليرة، بأربع دولارات تقريبا، هاي بدولارين، هذول بعضهم كاتبين بعض لا. فأني من غاية من هاي الفيديو إنه حبيت أشوفكم، لأن هواي يكتبوا لي على الإنستغرام أريد إنه مكان للنراجيل. اريد مكان النراجيل، فاني ما اشجع النراجيل، ولو اني هم ابدا ما احب النراجيل، بس ادخن مرات. فاريد اشوف لكم اجمل مكان للنراجيل، وفعلا هي مو الغايه من الفيديو انه تشوفون المكان النرجيله، الغايه مو من النرجيل، الغايه المنظر اللي انتم تدخلون النرجيله، المنظر على جسر البسفور.
إيه هذا الشيء حلو عجبني. أصلاً 60% ننطيه المنظر و 40% النرجيلة. سيفاس إرزروم هذا شوف هنا يبيعون هذا تاتلي، شوف يرتب لك يا هيتشي الفراولة يخلي بيها شوكولاتة، وهاي شو تختارون هنا؟ هاي سعرها بدولارين 60 ليرة. تريد موز تريد فراولة؟ اريد اخذ انهم تمام منو اخذ من ناخذ كريم abi sana geleyim sana söz vermiştim evet bir tane mi olsun bir tane alayım evet abi lezzetini anlayan bize geliyor zaten evet sana söz vermiştim o yüzden geldim evet en güzelini yap en güzelini yap kaşar hareket cıbın zeytin hamur Ya abla milleti kandırmayın ya. Siz mi geleceğim mi? Siz mi? Teyze. La bugün teyzeler bize gelmiyor ya. Allah kimseyi yaşlandırma. Vallahi ya. اليوم ما يجي يوم العجائز يقول. Teyzeler yani. Gel 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 sözüm vardı gel. Gel gel teyzeciğim gel sana da bu teyze. Abi şey olsun. Evet. Gel bizden de al. O karışıktan da olsun. Abi çok ekledin ya. Mısır olsun. Tahal tahal on on. Biraz daha mısır olsun. Biraz zeytin. Biraz çok çok abi ya. Bir de bundan bir tane olsun. Az ama az az. Tahal tahal on on. Çok o ya. Evet. Turşu. Gençler gel gel buradayız gel Karadeniz gel double yapacağız. O mantar mı? Mantar da ekleyelim. Abla gel gel kıvırcık abla. Abla. Soslarınız nasıl? Hangi sos güzel? Acı sos, naneli yoğurt, pancar sosu, köri sosu. Hayır, acısız. Onlar ne? Evet, acı. Hayır, acısız. Naneli yoğurt. Biraz biraz olsun ondan, biraz. Yerinde de biraz olsun. Ona tadına bakacağım sadece. Tamamdır, teşekkürler. Şöyle vereyim abi. Şu 100, şu 50, şu da 100. Teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Yok ya öyle dursun. Birazcık çıkabilirsin. Birazcık ketçap mayonez olsun. Birazcık çok olmasın. Az. Evet. Acı baba kul olur. Dagola ketçap mayonez kareyim. Ay şey tıktar gider. Tıktar ve yihalulak ya. Ama kulum nefsi şey. Kulu da nefsi şey şu. Hada kibir kibir habibi. Kam vahad? Acı baba. Bas yihtalif şuye. Habibi. Hada hon vahad habibi. Valla hada hon vahad. Vay vay vay. Selam aleyküm. Çok teşekkürler. Hay Allah. شوف ايش كبره يا عشقي يا معوض كلهم متعلمين عربي يا معوض كلهم متعلمين عربي هاي تقريبا اخذتها ب 150 ليره يعني تقريبا ب 6 دولارات فتجي على ورطه كيو ما تاكل هذا مستحيل لازم تاكل بمنطقه تركيا شوفوا حتى شوفوا شلون مسوين على طول كلها هاي كلها كومبير هذا أجمل مكان يجوز راح تشوفون بيها ما نراقيل صاير بمنطقة أورتاكيو بس شوفوا المنظر هنا فهذا أنصحكم هذا المكان لازم تجون اللي يحبون نراقيل هذا واحد من أجمل الأماكن هي صاير بمنطقة أورتاكيو طبعا هاي القائمة الطعام مالتهم اللي موجودة بهاي المقهى شوفوا سعر الشاي دولار ونص كل 26 ليرة دولار 26 ليرة شوف 90 ليرة مثلا هنا يعني تقريبا 3 دولارات
شوفوا هاي النرجيلة مالتهم، هاي النرجيلة سعرها 20 دولار، النرجيلة سعرها 20 دولار، وهاي قائمة الطعام تقدرون توقفون. شوفوا المنظر شلونها خاصة بالليل اللي يخبل على جسر البسفور. طبعا انا ما انصح احد يدخن نرجيلة، بس هواي يسألوني وين اجمل مكان او افضل مكان باسطنبول، فجبت لكم هذا المكان ان شاء الله تعجبكم. فعلا المنظر يخبل، يعني عوف النرجيلة على صفحة، بس انصحكم تجربون هذا المكان ان شاء الله تعجبكم الفيديو. تحياتي.